بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يوميا 150 هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 نعم. مليار اللي داخل بضاعة أقل المليار 99 مليار دولار متسرب عمل. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة والبنوك مملوكة لسياسيين. كل هالعشرة العشر بنوك العشرة السياسيين كرد وسنة وشيعة ولا واحد انحكم من دول العشر بنوك اطلاقا ولا واحد.